طيب بعيدا عن التجريس، خلينا نروح نشوف الجو عامل ايه النهارده. وبما ان الجو جميل والدنيا ابتدت كده تخف من الحر اللي كان فيه بقالنا 3-4 ايام، فعايزين نعرف الاخبار بقى بالتفصيل. حاضر، هنعرفك دلوقتي. يعني بشكرك جدا يا حسام، انت وجوانا، هعرفكم بالتفصيل دلوقتي وكل مشاهدينا اخبار الطقس النهارده. وهنبدا معاكم من نهايه الارصاد الجويه. تتوقع ان النهارده في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على كافه الانحاء. الطقس هيكون مائل حراره والقاهره الكبرى ومعتدل على السواحل الشماليه، حار على جنوب سيناء وعلى شمال الصعيد، وشديد الحراره على جنوب الصعيد. هيكون بالليل الطقس لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشماليه، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. كمان هيكون في فرص امطار خفيفه لمتوسطه تكون رعديه احيانا على مناطق من غرب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر، وده هيكون على فترات متقطعه. نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء. خلونا نصعد مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدا من القاهره، العظمى 29 وصغرى 15، اسكندريه 24 15، مطروح 20 16، سيوه 25 15، بورسعيد 22 16، دمياط 22 15، اسماعيليه 30 15، السويس 31 16، العريش 24-16، طابة 30-16، كاترين 27-14، شرم الشيخ 35-23، الغردقة 36-22، الفيوم 32-20، بني سويف 32-21، والمنيا 33-21، أسيوط 34-22، سوهاج 35-23، قنا 38-25، الأقصر 40-26، أسوان 41-29، الوادي الجديد 38-27، شلاتين 33-23، وحلايب 32-22. درجات الحرارة زي ما شفتوا كده معانا منخفضة قليلا، والحمد لله خلال الأيام دي، عشان يمكن شهر رمضان الكريم كمان كان مرتفع علينا الفترة اللي فاتت أو كام يوم اللي فاتوا. هرجع تاني لحسام وجمانة علشان نكمل فقرة الصباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا، 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 شكرا جزيلا،